لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ابن كثير رحمه الله في قوله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ابن جرير بالسند عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فاطمة والحسن والحسين ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم جأر إلى الله عز وجل ثم قال هؤلاء أهل بيتي. قالت أم سلمة فقلت يا رسول الله أدخلني معهم، فقال أنت من أهلي. ولا شك أن هذا يدل على دخول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآية دخولا أوليا، لأنهن سبب النزول. ودخول فاطمة والحسن والحسين وعلي يعني في الآية أيضا ثابت بهذا الحديث، وهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، أنهم قرابته ومنهم ذريته عليه الصلاة والسلام. ابن جرير عن أبي هريرة عن أم سلمة قالت جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق. برمة الإناء اللي فيه الطعام، فوضعتها بين يديه فقال أين ابن عمك وابناك؟ فقالت في البيت، فقال دعيهم. فجاءت إلى علي فقالت أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وابناك. قالت أم سلمة فلما رأهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة فمده وبسطه وأجلسهم عليه، ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رؤوسهم وأومأ بيده اليمنى إلى ربه عز وجل فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وروى أيضا ابن جرير عن حكيم بن سعد قال ذكرنا علي بن أبي طالب عند أم سلمة فقالت في بيتي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت أم سلمة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي فقال لا تأذني لأحد، فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها، ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده، ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه، ثم جاء علي فلم أستطع أن أحجبه، فاجتمعوا فجللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء كان عليه، ثم قال هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط. قالت فقلت رسول الله وأنا، قالت فوالله ما أنعم، وقال إنك إلى خير. ما أنعم يعني والله أعلم، يعني لم يجب إلى أن يدخلها معه في الكساء، وهذا نفس الذي في الروايات الأخرى. وإن كان ذلك يعني هي على فضيلة، هي من أهل بيته عليه الصلاة والسلام.
رواه ابن جرير. حديث آخر رواه ابن جرير عن صفية بنت شيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عليه مرط مرحل من شعر أسود، مرحل يعني على أي سورة الرحل، سورة يعني سورة الرحال اللي توضع على اليمن، من شعر أسود. فجاء الحسن فأدخله معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. هذا من أعظم الإنصاف أن التي تروي هذا الحديث عائشة رضي الله عنها، وقد كان بينها وبين علي ما كان، فشهدت له بما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل هو وباقي أهل البيت. وكذا أم سلمة رضي الله عنها، يعني رواة هذا الحديث في يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الكساء له طرق كثيرة جدا، وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال طريق أخرى عن العوام بن حوشب عن عم له قال دخلت مع أبي على عائشة فسألتها عن علي رضي الله عنه، فقالت رضي الله عنها، واضح ان هذا بعد موت علي، قالت رضي الله عنها تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فألقى عليهم ثوبا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فدنوت منه فقلت يا رسول الله وأنا من أهل بيتك، فقال تنحي فإنك على خير. كأنها لا تحتاج إلى ذلك والله أعلم، وليس نفيا لكونها من أهل بيت، فهما هي مش محتاجة، لأن الآية سبب نزولها أصلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر عن أبي سعيد رواه ابن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في خمسة، في وفي علي وحسن وحسين وفاطمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا روي مرفوعا وموقوفا عن علي، وهذا الصحيح موقوف. حديث آخر رواه ابن جرير عن عامر بن سعد قال قال سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي فأخذ عليا وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه، ثم قال رب هؤلاء أهلي، رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي، هؤلاء أهلي وأهل بيتي. حديث آخر رواه مسلم في صحيحه عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر ابن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني.
يعني إذا حدثتكم بشيء فأنا منه على يقين، لا تطلبوا مني فربما أحدث من الذاكرة التي ضعفت، لكن إذا بدأت أنا بالحديث فأنا الذي أجزم به. ثم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، مشهور للشيعة بغدير خم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، وأولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل وقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. ثم رواه عن محمد بن بكر بن الريان، وفيه: فقلنا له: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعدها. هكذا وقع في هذه الرواية: والأولى أولى والأخذ بها أحرى، اللي هي نساؤه من أهل بيته. وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه، اللي هو: أذكركم الله في أهل بيتي، اللي هو الثقل الثاني. وهذا يدل على أن إجماع أهل البيت حجة. قال: تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه، إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط، بل هم مع آله، وهذا الاحتمال أرجح جمعا بينها وبين الرواية التي قبلها، وجمعا أيضا بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت، فإن في بعض أسانيدها نظرا لحديث الكساء. لكن طبعا رواية مسلم ثابتة في إثبات حديث الكساء. ثم: الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن. ولهذا قال بعد هذا كله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي عملنا بما نزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد: واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس، إن الوحي ينزل في بيوتكم في بيوتكن دون سائر الناس، وعائشة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة، وأحظاهن بهذه الغنيمة، وأخصهن من هذه الرحمة العميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وقول: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة.
قال بعض العلماء رحمه الله لأنه لم يتزوج بكرا سواها، ولم ينم معها رجل في فراشها سواه، فناسب أن تخصص بهذه المزيح وأن تفرد بهذه الرتبة العلية، بهذه المزية وأن تفرد بهذه الرتبة العلية. ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية، كما قال في الحديث وأهل بيتي أحق. وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال هو مسجدي هذا. هذا من هذا القبيل، فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخرى. ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بتسميته بذلك، والله أعلم. روى ابن أبي حاتم عن أبي جميلة قال إن الحسن بن علي استخلف حين قتل علي رضي الله عنهما، قال فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجره، وزعم حسين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد وحسن ساجد، فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه، فمرض منها أشهرا ثم برئ فقعد ثم برأ فقعد على المنبر فقال يا أهل العراق اتقوا الله فينا، فإن أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذي قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو يحن بكاء. وروى السدي عن أبي الديلم قال قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام أما قرأت في الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال نعم. ولا أنتم هم؟ قال نعم. علي بن الحسين بن علي. وقوله إن الله كان لطيفا خبيرا أي بلطفه بكنا بلغتنا هذه المنزلة، وبخبرته بكنا وأن كنا أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. وقال ابن جرير رحمه الله واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة فاشكرن الله على ذلك واحمدنا. إن الله كان لطيفا خبيرا أي ذا لطف بكن إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة وهي السنة، خبيرا بكنا إذ اختاركنا لرسوله أزواجا. قال قتادة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال يمتن عليهن بذلك. رواه ابن جرير. قال عطية العوفي في قوله إن الله كان لطيفا خبيرا يعني لطيف باستخراجها خبير بموضعها. استخراج الحكمة، والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.